أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: فصل النووي رحمه الله في شرحه موضوع البدعة إلى 5 أقسام، فجعلها بدعة واجبة، ومثل لها بنظم أدلة المتكلمين على الملاحدة، وبدعة مندوبة، ومثل لها بتصنيف كتب العلم، وبدعة مباحة، ومثل لها في البسط في ألوان الطعام، والرابع والخامس البدعة المكروهة والمحرمة. السؤال: هل هذا صحيح؟ وهل يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة؟ نعم، هذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. تقسيم البدعة إلى هذه الأقسام ما أنزل الله به من سلطان. البدعة بدعة، خلاص، بدعة ضلالة إذا كانت في الدين، بدعة في الدين. أما البدعة في العادات والملابس والمراكب، هذا الأصل فيها الإباحة، ما فيها بدعة إلا إذا دل دليل. الأصل في الأطعمة والملابس والمنافع الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، والأصل في العبادات التوقيف إلا ما دل الدليل على مشروعيته، هذه هي القاعدة. وهذه التقسيمات لا أصل لها، البدعة كلها ضلالة وليس فيها شيء واجب ولا شيء، والذي ذكره هذه سنن ما هي بدع. الرد على المبتدعة والرد على أهل الضلال هذا من السنة، شرعه الله. الله رد على الكفار ورد على المشركين، وأهل العلم يردون عليهم، هذا من الجهاد. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جهاد الكفار بالسلاح وجهاد المنافقين بالدليل باللسان. الله جل وعلا يقول لنبيه: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن، جاهدهم به جهادا كبيرا، وذلك برد شبهاتهم وضلالاتهم. فهذا ليس بدعة، هذا سنة، بل هذا واجب على من يستطيع. نعم.